إيه رجاء نبهوني، لأن أنا همات يعني لحالتي بالشرح ما أنتبه على باقي الشغلات، يعني مثلا دي يظهر الصوت يمكم الشاشة، فنبهوني رجاء. إيه حتى نبلش هسه، لأن أنتم هم عندكم محاضرة بـ9:30، حتى نكمل إن شاء الله قبل هذا الوقت على مود تقدرون تدخلوا محاضرة ثانية. أوكي طلاب، نبلش إن شاء الله. خلال دكتور بنو تحمل تقدر تسجل المحاضرة، لأن شوية الناس ضعيفة راح تسمع التسجيل. ما والله يعني صراحة أنا بالإعدادات مالتي أكو فد خلل، ما دي يسجل المحاضرة، يعني أعتذر إذا أنتم مثلا أحد من جماعتكم يقدر يسجلها ما عندي إشكال سجلوها. تمام دكتور، شكرا. عفوا، يلا طلاب نبلش. أنا ما راح أكبر الشاشة، لأن واحد يعني قالوا إنه من أكبر العرض أسويه كامل شوية يصير تقطيع، يعني بي ما يوصلكم واضح، فرح نمشي على يعني هيك سلايد سلايد ننزله. عندنا التجربة هي الكربوكسيليك اسيد ايدنتيفيكيشن مالتها. الكربوكسيليك اسيد كربوكسيليك اسيد هي مركبات عضوية مثل الكحول اللي اخذناها، مثل اخذنا الفينولات الالدهايد الكيتون، لكن شنو بيها فد جروب يسموها كاربوكسيل جروب اللي هي سي او او اتش. هاي الكاربوكسيل جروب هي تعطي الصفه الحامضيه لهذا المركب، يعني اذا هاي الجروب ما نلقاها بالمركب معناته هذا مو حامض. زين طلاب، يعني يقول لك اما مربوطه مره باتش مثل الفورميك اسيد الاتش سي او او اتش، مرات الف ار سي او اتش، مرات اريل جروب، يعني اريل جروب قصده اروماتيك يعني بنزين رينج، الالكيل جروب يعني اليفاتك. زين طلاب، هي تكون الكربوكسيليك اسيد اما بيها كربوكسيل جروب وحده فيسموها مونو كربوكسيليتد. مونو يعني ترجمتها احادي، مونو كربوكسيليتد مثل فورميك اسيد واستيك اسيد. فورميك اسيد اللي مجموعه الار تكون اتش عباره بس هيدروجين، وال استيك اسيد سي اتش 3، اكو بعدين يعني مثلا بروبانويك اسيد بيتانويك اسيد، هاي كل ما تزيد الذرات مال الكربون التسميه طبعا تختلف تعرفوها، او تكون مالتي كاربوكسيليتد يعني بيها اكثر من كاربوكسيل جروب وحده، مثل عندنا الاوكزاليك اسيد والساكسونيك اسيد. طبعا طلاب، بالنسبه للكاربوكسيليك اسيد ليش تعتبر اسيد؟ ليش احنا اعتبرناها انه هي حامض؟ اذا ما ادري بالسادس تتذكرون يعني او اذا شرحها لكم بالنظري دكتور عياد، انه جبت لك ذرة هيدروجين المركب اللي يعطيني ها دكتور، تمتلك ذرة هيدروجين طرفية. ولا تسمعوني عافية. نعم ايه دكتور، زين، من يعطيني هيدروجين للوسط اللي هو بيه فيعتبر حامض. هاي الهيدروجين مرتبطه بالسي دبل بوند او او، يعني هاي المجموعه بسهوله تنفقد، فمن يتفاعل ويا المي راح يتفكك يعطيني اتش اللي هو الحامض والكربوكسيليت ايون. زين طلاب، يعتبر لذلك حامضي. طبعا عندنا قلنا الكربوكسيليك اسيد اما مونو كربوكسيليتد مثل قلنا فورميك اسيد استيك اسيد، او مالتي كربوكسيليتد مثل اوكزاليك اسيد ساكسينيك اسيد. عندنا ايضا هيدروكسيليتد، يعني بالاضافه الى وجود سي او او اتش اكو او اتش بالمركب. زين طلاب، مثلا عندنا اللاكتيك اسيد والستريك اسيد، او يكون اروماتيك يعني ببنزين رينج مثل بنزويك اسيد او ساصليك اسيد، هسه بعدين نشوف فوائدهم. زين طلاب، عندنا الساصليك اسيد، يعني بما انه احنا صيدله فشويه نتعلم شغلات بدائيه نقول عليها عن الادويه. الساصليك اسيد هو يستعملوه موجود بالصيدليات، موجود على شكل اكثر شيء توبيكال، توبيكال اما سوليوشن او كريم، ذن تفيد بانه ريموف الاوتر لاير من السكين،
يعني توخر الاوتر لاير مال السكين تقش مثل القشطه نسميها، يسموها كيراتوليتيك. زين طلاب، فهاي تفيد شوين مثلا بالنتوءات اللحميه، الوورتس يعني الفالول، الاكزيما، السورياسيز. طبعا يستعملوها بس توبيكالي، هذا بالنسبه للساسوليك اسيد يستعملوها بس توبيكالي، ما يصير يبلعوها كساسوليك اسيد، هو نفسه ما يصير ينبلع لان هو يكون سام حامض كلش، يعني حامض قوي يعتبر، ف يعني يؤذي المعده، فلذلك يعني كساسوليك اسيد وحده ما ينبلع، ما يصير ينبلع، يستعمل بس موضعي توبيكالي. بينما ساسوليك اسيد يستعملوه يحضرون الاسبرين، اعتقد اغلبكم تعرفون الاسبرين اللي هو مانع جلطه موجود بكثره بالصيدليات. الساسوليك اسيد يفعلوه ويا الاسيتيك انهيدرات، تنضاف لاستيل جروب بمكان الاو اتش فيصير اسبرين، الاسبرين هو مانع جلطه. زين طلاب، بالنسبه عندنا الساكسونيك اسيد ايضا يستعملوه موضعي بس بشكل مو واسع، يعني شيء بسيط يستعملون موضعي لألم المفاصل للجوينت بين. عندنا اللاكتيك اسيد ايضا مثل ساسريك اسيد كيراتوليتيك، يعني يوخر القشره الفوق ما تجلد، فيستعملوه يعني بكومبينيشن ويا ساسريك اسيد ويا مواد لخ حتى هم ماتين، مثلا للاكزيما، للوورتس. زين طلاب، عندنا السيتريك اسيد، هذا اعتقد يعني هوايه مفروض معروف، شايفين الفوارات مال الكلى اللي ياخذوها على مود مثلا عندهم التهاب مجاري بوليه او حصوا بالكلى، هي عباره عن كومبينيشن من السيتريك اسيد والصوديوم سيترات، هذني موجوده بالفوار، من تنشرب تسوي اليورين اكثر الكلاين، زيد الالكلاينتي مال يورين، فتفيد بالكدني ستون، بالرمل، الكريستال الموجوده باليورين، يعني التهاب المجاري البوليه نقول يستفادوا منه. البنزويك اسيد هم يستعملوه بشكل يعني قليل مثل الساكسونيك اسيد، مو بشكل واسع، ويستعملوا عاده ويا الساسوليك اسيد حتى يعالج الانفلاميشن مال السكن والاريتيشن، يعني مثلا حكه، احمرار، هيك يستعملوا ويا الساسوليك اسيد على مود هاي الشغله. زين طلاب، طبعا التسميه مالته هو يعني المفروض ما ادري اخذتوها بالنظري، هو يضيفون هذا المقطع اويك اسيد، مثلا البنزين يسموه بنزويك اسيد، هيجي هذا المقطع للمركب. زين، بالنسبه للترقيم دائما الكربون اللي ترتبط بالكربوكسيل جروب يعطوها رقم واحد. زين، فلذلك بالنسبه للبنزويك اسيد اول ذره كربون اللي ترتبط بالكربوكسيل جروب هي راح تنط رقم واحد، والرقم باقي الحلقه حسب السبستيونت اللي عندنا. زين، السبستيونت الموجوده بال يعني الاقرب راح تاخذ الرقم الثاني، مثلا واحد تصفى مثلا فد رينج فد كربون لوخ مربوطه بها او اتش راح تنط هاي الكربون رقم اثنين، ونكمل ثلاثه اربعه هيك، وتعرفون هاي الاورثو والميتا والبارا. الاورثو هي الكربون القريبه من الكربون رقم واحد اللي بيها يعني استبدال، الميتا اللي شويه بعد منها، البارا اللي كلش بعيده عنها. زين، مثل عندنا هنا تشوفون مثلا هنا اربعه امينو بنزويك اسيد، اعطينا الكربون اللي ارتبطت بيها سي او او اتش رقم واحد، واللي ان اتش 2 اخذت رقم اربعه، هاي بما انه كلش بعيده عنها اخذت بارا، هذا المقطع بارا امينو بنزويك اسيد، هذا عنده 2 كلورو فصارت 3 4 داي كلورو بنزويك اسيد. البريبريشن مال كاربوكسيليك اسيد احنا ما راح يعني نتعمق بالبريبريشن مالته هوايه، زين، بس مجرد شيء بسيط، يعني نقول انه شنو هي عباره عن اوكسيدايزنج برايمري الكحول اور الديهايد. الديهايدات عندنا او كحولات راح تسوي لها اوكسيدايزنج اوكسيديشن، انكسدها راح تكون لنا الكحول، العفو الكربوكسيليك اسيد. الكحول اذا سوينا لها اوكسيديشن يكون لنا الديهايد، الالديهايد اذا سوينا لها اوكسيديشن راح يكون لنا كربوكسيليك اسيد. مثل عندنا هنا الايثانول،
ان ثواني على اوكسيديشن كون استالديهايد، ثواني على اوكسيديشن كون الاستيك اسيد اللي هو الاسيد. طبعا الاستيك اسيد الخال اللي هو معروف الخال عندنا ايضا يحضروه من طريقه لخ من الشوجر. الشوجر من يسوي له فيرمنتيشن الى فتره طويله راح يتكون عنده الكحول، وراها نقدر عفوا من الكحول اللي يتكون لنا راح نسوي له اوكسيديشن يتكون عندنا الاستيك اسيد. زين طلاب، طبعا لو لاحظ هسه ذني المركبات بها هي تعتبر اسيد اللي هي استيل ساسيليك اسيد اللي هذا اسبرين حكينا عليه بالبدايه. عندنا النابيومتون شوفوا موجوده هاي الكربوكسيل جروب، النابروكسين كربوكسيل جروب، عفوا النابيومتون هو هذا يسموه برودرك بعدين تاخذوه ما اتعمق لكم به. هذا داخل الجسم يتحول الى كربوكسيليك اسيد ويشتغل. ايبروبروفين، داكلوفيناك، اندوميثاسين، ذني كلهن يسموها نون ستيرويدال انتي انفلامتوري دراج، تستعمل بالصيدليه كانالجيسيك، تفيد يعني لالتهاب المفصل وتسكن الالم. كنا نعرف البروفين اللي هو ايبروبروفين، داكلوفيناك هو الفولتارين، الاندوميثاسين اندوسيد، زين ذني موجوده بالصيدليه تلقوهن ما عدا النابيومتون موجود بالعراق هذا بس بالخارج. زين عندنا الكربوكسيليك اسيد اللي يكون عندها يعني هيدروكربون جروب او هيدروكربون تشين تكون ستريت مستقيمه وطويله اللي عندها يعني 12 كربون او اكثر، هذن يسموهن فاتي اسيد. زين احماض دهنيه وعندها بايولوجيكال امبورتنس. شنو هي البايولوجيكال امبورتنس مال فاتي اسيد؟ هي تكون كانرجي سورس، مصادر طاقه بديله. يعني شايفين مثلا اللي يسوي رجيم يقول لك انا مثلا هذا الكيتو دايت وغير، يعني يقول لك ما دخل سكر، لان احنا عندنا السكر هو مصدر الطاقه الرئيسي بالجسم، هو اللي بسهوله تاخذه يعني الخليه وتاخذ طاقه خاصه الدماغ. بس اذا ما عندي سكر شح توجه؟ توجه للبروتين. اذا خلصت يعني حتى البروتين عندي نقول مثلا عضلات مو كلش قويه بالجسم، راح تتحول مصدر الطاقه الاخير اللي هو الدهون. الدهون من تتفكك تعطيني الفاتي اسيد، هذين الفاتي اسيد هي مصدر الطاقه الاخير. طبعا طاقتها كلش عاليه من يعني اعلى من الطاقه تجي من الشوجر، بس هي مو تكون مو سلسه، مو بسهوله الخليه تاخذها وتحولها طاقه. فلذلك تعتبر مصدر طاقه اخير. زين؟ فيقول لك هي موجوده بالانيمال، بالفيجيتابل تشوز، تقريبا كلها يعني اعداد فرديه هذا يعني مو شيء مهم. اللي مرات عندها سنجل بوند اللي يعني تكون مشبعه ما بيها دبل بوند يسموها ساتوريتد فاتي اسيد، او تكون عندها يعني دبل بوند وحده واكثر يسموها ان ساتوريتد فاتي اسيد. زين مثلا عندنا ستيارك اسيد هو ساتوريتد عنده 17 كربون وهيدرو كربون جروب ار، يعني تكون ذني مشبعه ما بيها دبل بوند. بينما عندنا لينولينيك اسيد هذا اللينولينيك ان ساتوريتد عنده تقريبا ثلاثة دبل بوند. زين هسه نجي على الجنرال تيست، عندنا هسه راح نجي على الجزء العملي اللي راح نشتغله. احنا طلاب راح نشتغل عندنا جنرال تيست حتى نكشف وجود يعني الحامض، بالاضافه الى يعني كم سبيشال تيست تقريبا اثنين حتى نميز. بس ان شاء الله شوفوا الاحد تجربه حلوه جربتها بيدي ويا ست ايناس ويا ست مي كلش حلوه. انا يعني صراحه خطأت شويه شغله، المفروض كان اطق لكم صور للتيست تيوبات حتى انزلها لكم على مود تشوفون، على مود تكون عندكم يعني تعرفون شلون راح تطلع لكم النتائج. يعني صراحه راحت من بالي بعدين اتذكرت ورا ما كملت التجربه وبسنا التيوبات. المهم هسه نجي على الجنرال تيست. الطلاب بس اريد وياي يعني تسمعون زين، لان انا قلت لكم لحالتي بالشرح وما يعني اشيك احد يسمع ليوصل الصوت. نعم واضح دكتور. طلاب بده يوصل الصوت واضح؟ واضح. اوكي شكرا. واضح دكتور. عاشت ايديكم. زين.
طلاب جنرال تيست هو الفيريك كلورايد تيست. زين عندنا ايش راح يصير؟ راح نجيب الاسيد سوليوشن اللي هو ما يعني مثلا عندنا اكو اسيدات سوليد واكو اسيدات ليكويد، بس احنا ايش راح نسوي؟ مثلا راح نحكي سوليد اغلبهم لان اكو عندنا سوليد يصير، فنجيبه نص غرام من عنده تقريبا نضيفه للمي. زين نحاول نذوبه، مو شرط يذوب، راح نحاول نسوي نيوترال لان هو باعتباره اسيد، فنطي يعني ويا ديليوتد امونيا، نضيف له ديليوتد امونيا. طبعا الامونيا من تتخفف بالماء راح تتحول امونيوم هيدروكسيد NH4OH. زين طلاب راح تتفاعل هاي الامونيا NH4OH راح تتفاعل ويا الاسيد، يعني تكون ملح الاسيد، ملح الامونيوم مال الاسيد، فيصير عندي تقريبا نيوترال. طبعا انا لازم اسوي نيوترال، انا راح اضيف امونيا لحد ما الليتمس بيبر، تعرفوا هاي ورقه يسموها عباد الشمس بالعربي، تتحول لون ازرق، معناته انه انا صار عندي الوسط قاعدي، او الانديكيتر هذا الفينول الثاني اذا تتذكرون بالتايتريشن كنا نخلي انديكيتر ويتحول لون لون بالوسط الحامض والقاعدي، يتحول من ما بي لون الى بينك، يعني صار عندي وسط قاعدي. زين احنا دريده متعادل، فحتى اتخلص من الامونيا الزايده، حتى ها طبعا تصير ريحه بالتيست تيوب تشتمون ريحه امونيا. زين شويه اخليه على ووتر باث شيء بسيط حتى ريحه مال امونيا تختفي، صار عندي متعادل. زين ابدي اسوي التجربه مالتي، ايش راح اسوي؟ راح اضيف ورا ما سويته متعادل، اضيف ابرده واضيف قطرات من الاف اي سي ال 3 فيريك كلورايد سوليوشن، راح يعطيني الوان اما سوليوشنات يعني سوليوشن دائر كامل بس لونه يعني بلون مميز، او يعطيني بريسبيتيت هم بلون مميز. زين طلاب هسه راح تجون تسالوني زين انا ليش اريد اسوي نيوترال؟ ليش ما مثلا اعوف اضيف امونيا واخليه، او اعوف هو مثل ما هو وفاعله؟ شوفوا طلاب الفكره، شوف لها اعبر لكم على غير سلايد حتى اشرح لكم هاي النقطه. الفكره انه شي يصير يتفاعل عندي، خل بس نشوفه وين السلايد هي. شوف الفكره طلاب، احنا مو قلنا امونيا المخففه هي NH4OH؟ الفكره انه الاسيد من راح يتفاعل ويا NH4OH راح يعطيني امونيوم صولت مال اسيد، الثاني امونيوم صولت والثاني H2O. الامونيوم صولت له هو اللي راح يتفاعل ويا الاف اي سي ال 3، ايش راح يصير؟ راح تطلع على NH4 زين تدخل مكان الاف اي، فيصير لي فرك صولت، فرك صولت اوف ذا اسيد. هذا الفرك صولت اوف ذا اسيد هو اللي راح يعطيني الالوان المميزه، اما يكون راسب بلون معين او يكون ذائب بلون معين. زين طلاب فلذلك اميز من عنده النتيجه. بينما اذا في حاله اني عفته مثلا اسيد مثل ما هو ما خليت امونيا، ايش راح يصير؟ راح يصير عندي ايونات الاف اي موجب 3 تتفاعل ويا ايونات الحامض، راح يكونني فد معقد. زين يرتبط الاف اي ويا الحامض بس مو بشكل ملح، راح يكونني معقد. هذا المعقد يكون عديم اللون، فما راح يعطيني الالوان اللي اريدها حتى اكشف هذا يا اسيد، لسه بعدين نشوفهم. يعني مثلا هذا الاسيد وهذا الاسيد راح يعطيني فلان لون، هذا الاسيد وهذا الاسيد يعطيني فلان لون، ما راح يعطيني هاي النتائج. راح كل الاسيدات تعطيني كلرلس ليكويد، فد كومبلكس يكون يعني ذائب وما بي لون. زين طلاب هاي اذا عفته مثل ما هو، خوش ما ضفت امونيا. اذا ضفت امونيا بزياده يعني صار عندي امونيا موجوده وهي الملح مال امونيوم صوت مال اسيد، واكو امونيا ايضا، ايش راح يصير؟ هاي الامونيا راح تتفاعل ويا الاف اي سي ال 3 راح تعطيني هيدروكسيد الفرك. زين فرك هيدروكسيد، هاي الفرك هيدروكسيد تكون عباره عن راسب براون بريسيبيتيت، براون اورنج بريسيبيتيت، راسب يعني جوزي على برتقالي. هذا راح ياثر على النتائج مالتي، لان هسه من راح ارجع اشوفكم، شوفوا هنا راح نشوف النتائج، اكو بعضها تعطيني هم راسب جوزي لايت براون، فراح انا اشبك بينها وبين هاي النتيجه. فلذلك نحاول يعني على الووتر باث بس مجرد شي ثواني اخليه بالووتر باث شويه يطير بسرعه الامونيا. زين طلاب حتى اتاكد انه تعادل عندي السوليوشن اللي موجود بالتيست تيوب.
فنشوف الفورميك اسيد والاسيتيك اسيد من اللي حفاعلهم راح يعطوني سوليوشن مو راسب يكون لونه احمر، وهاي المعادله مالته. زين هذا ملح الفرك مال اسيد. زين عندنا الساكسونيك اسيد واللعب الساكسونيك اسيد والبنزويك اسيد يعطوني لايت براون بريسيبيتيت راسب جوزي. زين بس مو سوليوشن، هنا كذاك اعطاني سوليوشن، هنا راح يعطيني راسب. زين طلاب، طبعا هنا حتى هذا التجربه راح شوفوا شلون نميز بيناتها، راح نشتغل هاي التجربه حتى اميز بيناتها. شو اسوي؟ نفس التيست كيوب اللي طلع عندي بيه راسب جوزي راح اضيف له يعني تقريبا 1 مول من الديلوت سلفرك اسيد. ايش راح يصير؟ السلفرك اسيد بما انه هو اقوى من ال يعني من ال مثلا الساكسونيك اسيد وال البنزويك اسيد، بما انه هو اقوى من عندهم فايش راح يسوي؟ راح يسحب الاف اي باتجاه يكون ملح الفريك سالفيت. زين فايش راح يسوي؟ انه راح يرجع الحامض اصلا، يرجع الحامض الاصلا. ان الساكسونيك اسيد هو يكون ذائب بالمي، فايش راح يصير؟ هو مو كان عندي راس بلايت براون، راح يصير عندي كلير سوليوشن، محلول يعني واضح ما بي اي راسب. بينما البنزويك اسيد هو ما ذايب بالمي، فراح يطلع لي راسب ابيض، فاعرف اقدر اميز بيناتهم، يعني هذا عندي ساكسونيك اسيد لو بنزويك اسيد. زين نروح على الساسلك اسيد، الساسلك اسيد راح يعطيني قبل لون بنفسجي فايوليت كلر. زين هنا سوالي ملح بلونه بنفسجي ويكون مو شو اسمه يعني راسب، لا سوليوشن. عندي الاوكزاليك التارتريك السيتريك اللاكتيك، ذني الاربعه اسيد ما تعطيني لون معين، مو مثل مثلا فايوليت ريد لايت براون بريسبيتيت، نتيجتهم كلش واضحه. زين فمن يطلع لي يعني لون مو مميز راح اروح للسبيشال تيست يعني مالت اللي هسه راح تنذكر حتى اعرف انا يا اسيد عندي. هسه نجي للسبيشال تيست، عندنا للفورميك اسيد عنده هاي الجروب اللي تشبه الالديهايد، هو الفورميك اسيد عباره عن سي او اتش مربوطه بها اتش، فهاي سي دبل بوند او اتش شلون الالديهايد؟ الالديهايد مو سي دبل بوند او اتش. هاي المجموعه تقدر انه تسوي لنا اختزال بعض المركبات يعني بينما هي يصير بها اكسيدنت. خوش فاول تفاعل ويا الميركروس كلورايد ايش راح يصير؟ راح يختزن لنا الميركروس كلورايد. زين اللي هو عباره يعني يختزن الميركروس كلورايد الى ميركروس كلورايد، يعني يحوله احادي، هو مو هنا ثنائي اتش جي سي ال 2، ثنائي راح يحوله احادي التكافؤ يصير اتش جي سي ال. هذا الميركروس كلورايد هو يكون وايت بريسبيتيت، فهو بالبدايه يعني يكون محلول، بعدين راح يتحول لراسب يعني راسب ابيض، واذا ضفنا زياده من الاسيد راح يتحول لنا للعنصر الزئبق. الزئبق كلكم شايفيه عباره عن سائل، يعني هو الاليمنت الوحيد بالعالم الموجود كسائل يكون لونه رصاصي. زين وهاي التفاعل، شوفوا تفاعل الفورميك اسيد ويا الاتش جي سي ال 2 راح يتحول لنا اول شيء وايت بريسيبيتيت، بعدين بزياده راح يتحول لنا الى الزئبق نفسه. البروسيجر تو فيو دروب اوف ذا اسيد، نضيف قطرات قليله من الميركر كلورايد سوليوشن، بعدين راح اخليه على الحراره راح احصل راسب ابيض. بزياده الحامض راح ويا التسخين ازيد شويه حامض على التسخين راح يعطيني عنصر الزئبق. احنا هاي التجربه ما راح نشتغلها لان ما عندنا اصلا اتش جي سي او 2، بس لازم تعرفوها. تتذكرون تولين تيست اللي ما اشتغلناه، قلنا هذا يسوي انفجار. زين طلاب اللي موجود بالالديهايد يكشف لنا بين الالديهايد والكيتون. زين ايضا بما انه قلنا انه الفورميك اسيد بهاي المجموعه اتش سي دبل بوند او يعني يشبه الالديهايد، هم نقدر نستعمله انه نكشف عنه، راح يعطينا سيلفر ميرر. زين فالمرآة فضيه بالتيست تيوب، تقدرون ترجعون تقرون البروسيجر مالته. عندنا الكشف الاخ الثالث اللي هو الكلاين كيمينوفور تيست. الفورميك اسيد راح يتفاعل ويا البوتاسيوم برمنجنات. بوتاسيوم برمنجنات طبعا
يستعملوها بشكل واسع كاوكسيدايزنج ايجنت. هواية هسه تشوفوها حتى بالثالث تاخذون عنها تجربه، المفروض بالاول اخذتوا عنها تجربه زين. هي عفوا اوكسيدايزنج ايجنت يكون لونها بنفسجي، من تتحول راح يختفي اللون مالتها، فنعرف انه يعني صار بها ريدوكس، هي على الريدوكس تايتريشن. بعدين تاخذوها هاي التايتريشن انواع مالتها الريدوكس والاسيد بيز والبريسبيتيشن تايتريشن بالثالث ان شاء الله. المهم بالالكلاين ميديا تسوينا ديكلرايزيشن مال ريجنت، يعني يروح اللون مالته، هو كان بنفسجي يروح اللون. هم راح نشتغل التجربه، راح نخلي قطره فيها 3 من الاسيد ويا 5 مول من الصوديوم بايكربونات، لان قلنا الكلاين، الكلاين يعني قلوي يعني قاعدي. صوديوم بايكارب هي قاعديه. زين اضيف الملح الحامض العفو للصوديوم بايكارب، بعدين اضيف البوتاسيوم برمنجات قطره بقطره لحد ما اشوف انه اكو براون بريسبيتيت مال المنجنيز يختفي. بالبدايه يتكون راس بجوزي بعدين يختفي، هذا منغنيز ان او براون بريسبيتيت، بعدين بالزياده مالته راح يختفي، معناته انا وجود عندي الاتش الفورميك اسيد. زين عندنا السبيشال تيست الاوكزاليك اسيد، هذا راح نشتغله طلاب زين، فانتبهوا عليه. الاوكزاليك اسيد ما يتفاعل ويا الالكلاين بوتاسيوم برمنجنيت. ليش ما يتفاعل ويا الالكلاين بوتاسيوم برمنجنيت؟ زين بالاسيد سوليوشن محلول الاسيد البوتاسيوم برمنجنيت، احنا شفنا هناك شفتوا بالالكلاين شو تكون عندي؟ تكون عندي ام ان او، هذا راس بجوزي. بينما بالاسيد زين بالاسيد راح يتكون يختزل الكيمينوفور الى المنغنيس تكافؤ اثنين، هذا الايون اللي يكون ما بي لون، فلذلك ما يظهر لي راسب ياثر على النتيجه مالتي. زين فيتحول الى كلرلس سوليبل. لكن بالبيزك برمنجنات راح يختزل للام ان او 2 يعني اكسيد المنغنيس اللي يكون هو عباره عن راسب جوزي او اسود زين مو سوليبل، فلذلك ما نستفاد منه بالتجربه مالتنا. الاسيد من نضيفه راح يسمح لنا يعني انه التفاعل بين الكي ام ان او 4 والاوكساليك اسيد يمشي بالاتجاه الصحيح مالته، يعني حتى يعني نقدر نكشف عنه. يعني اللي هو شنو الاتجاه الصحيح مالته؟ انه راح يظهر لنا الام ان المنغنيز تكافؤ اثنين اللي راح يتفاعل زين عندنا ويا ال اس او 4 مال اتش 2 اس او 4 يكون ان هذا الملح والكي 2 اس او 4 زين والاتش سي او 2 والاتش 2 او ذن يكون يعني يختفي، شلون هذن تكون كلها ذائبه وما بها لون، فلذلك يعني يكشف لي انه اكو تفاعل بينات من يكون يعني شلون البرمنجنات مو قلنا بنفسجي راح يختفي اللون عندنا، فمعناته دا يتكون عندي هاي الاملاح اللي يتاكد من عندها من هو الاتش 2 اس او 4، قلنا راح يحافظ لنا على انه التفاعل يمشي باتجاهه الصحيح، ما يتكون انه ام ان او 2 المنغنيس اوكسيد المنغنيس الثنائي اللي هو هذا يكون راسب، فما يعطيني النتيجه المضبوطه اللي اريدها. طبعا هسه يجوز واحد يسال يقول ليش الا اتش 2 اس او 4؟ ليش مو يعني غير حامض؟ لا، لان الاتش 2 اس او 4 قلنا انه الكيمينو 4 هو عباره عن اوكسيدايزنج ايجنت قوي يستعملوه هوايه. الاتش 2 اس او 4 يعني يكون ستيبل الاوكسيدايزنج بواسطه الكيمينو 4، بينما عندنا الاتش سي ال النيتريك اسيد لا يصير بيهم اكسده بوجود هذا فياثرون على النتيجه مالتنا. فلذلك ان يعني نستعمل الاتش 2 اس او 4 ديليوت. زين طلاب؟ فاحنا جينا اسيدك ميديا شلون اللي حيصير عندنا؟ نشوف هنا يعني يقول انه اللون يروح يعني اللون روح مال ريجنت، فمعناته عندي تفاعل بين الاوكزاليك اسيد ويا الكيمن اوفر. شلون راح اشتغله؟ راح اشتغله انه اجيب نص غرام من الاسيد بعدين ادوب بالسولد ووتر اخلي له 2-3 مل من الديليوت سلفرك اسيد، اسخن بالووتر بات، اسخن جنتل يعني تيست تيوب من الزمه القاه دافي، اشوفه القاه دافي. زين طلاب؟ بعدين اجي اشوف اضيف قطره قطره من البوتاسيوم، هو ودافي مو ابرده، هو ودافي، اضيف قطره قطره من البوتاسيوم برمنجنيت راح الاحظ انه اللون عندي يختفي، ما يبقى عندي لون بنفسجي، فلذلك اتاكد انه اني وجود الاوكزاليك اسيد.
زين. عندنا الكشف الثاني اللي هو كالسيوم كلورايد بالنيوترا سوليوشن مال اسيد، شلون اللي سويناه بالبدايه ضفنا له امونيوم وتاكدنا انه طيرنا الامونيا الزايده للنيوترا سوليوشن مال اسيد، راح اضيف قطرات من الكالسيوم كلورايد. هذا ما راح نشتغله بس لازم تعرفوه، كالسيوم كلورايد سوليوشن ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي راسب ابيض من كالسيوم اوكزالات، يعني ملح الكالسيوم مال اوكزاليك اسيد يشكل. هذا البريسبيتيت يذوب اذا ضفنا له هيدروكلوريك اسيد مخفف لكن مو استيك اسيد. زين ليش مو استيك اسيد؟ لان استيك اسيد حامض ضعيف، يعني الحوامض الكربوكسيليه بالنسبه للحوامض اللخ اللي هي الاتش سي ال اتش تو اس او 4 نيتريك اسيد تعتبر حوامض ضعيفه. لذلك الاتش سي ال يعني من اللي حنضيفه هو يكون اقوى من الحامض الاوكزاليك، فلذلك يسحب من عنده كالسيوم. زين فيتكون لنا السوليبل اوكزاليك اسيد، بينما اذا استيك اسيد ضفناه هو تقريبا نفس قوه الاوكزاليك اسيد، اذا مو الاوكزاليك اسيد يعتبر اقوى لان عنده 2 اتش، فما راح يقدر يسحب من عنده الكالسيوم، فما راح يبقى راسب ابيض وما راح يختفي. زين طلاب، فلذلك يعني حتى اثبت انه هذا الراسب الابيض يتكون هو كالسيوم اوكزاليك اضيف اتش سي ال مخفف اللي هو راح يسحب الكالسيوم من الكالسيوم اوكزاليك يتكون منه الاوكزاليك اسيد اللي يكون هو ذائب، فاشوف يختفي الراسب، معناته اني تكون عندي يعني موجود عندي اوكزاليك اسيد بالعينه مالتي. زين عندنا السبيشال تيست باللاكتيك اسيد اللي هو يسموه اتش 2 اس او 4 تيست، نضيف 1 مل من الاتش 2 اس او 4 المركز الى نص مل عندنا اللاكتيك اسيد يكون ليكويد. زين فاضيف نص مل من عنده واسخن يعني سلولي، يعني معناته سلولي بوتر باث، راح اشوف انه تطلع عندي فقاعات. هاي الفقاعات شنو هي؟ نتيجه عن تحرر الكالسيوم كربون دايوكسيد غاز سي او 2، غاز السي او 2 راح يطلع عندي يتحرر هو والكربون اوكسيد. زين ذني راح يتحرر يسوي عندي فقاعات، وبنفس الوقت راح يتكون عندي بلاك كلر بريسبيتيت اللي هو شنو هو هذا؟ الكربون، كربون لونه اسود، فراح يتكون عندي كربون وذني الغازات تتحرر، فاشوف انه اثبت وجود اللاكتيك اسيد بالعينه مالتي. زين عندنا تيست اللاك ايودوفورم تيست راح يعني يكون لي راسب الايودوفورم اللي هو سي اتش اي 3. اللاكتيك اسيد يصير ب رياكشن مع الايودوفورم فورميشن رياكشن، لان عنده هاي المثل جروب الاخيره. زين راح يتفاعل ويا الايودين بوجود ال ان او اتش، راح يكون لي هذا المعقد بالوسط اللي باستمرار التفاعل ايش راح يصير عندي؟ يتكون ملح الصوديوم مال اوكزاليك اسيد، هذا نفس الاوكزاليك اسيد لو ترجعون تشوفوا نفسه ملح الصوديوم مال اوكزاليك اسيد ويا الايودوفوم. هذا اللي ما راح نشتغل من التجارب، حتى هاي التجربه الاخيره ما راح نشتغلها، كنا قبل التجربه الاخيره هم نشتغلها بس شوي هاي يعني مال الفليم ونخليه يعني يخوف على الطلاب. هسه اخر تجربه اللي هي عندنا الفلورسنت تيست للساكسينيك اسيد. التيست تيوب راح اخلي كميات متساويه من الساكسينيك اسيد والريزورسينول، اخليهم ويا قطرتين من السلفريك اسيد المركز، اسخن طبعا اخليه على دايركت فلين الدقيقه لحد ما اشوف انه كل المركب عندي داب. زين انصهر صار عندي سوليوشن، ابرده واضيف يعني اكسس يعني اظل اضيف صوديوم هيدروكسيد 10% سوليوشن لحد ما يطلع عندي ريد كلر ويا جرين فلورسنت، اكو يصير يعني المحلول لونه احمر ومن تشوفه هيك بالضوه تحس عبالك يعني اكو فتشي اخضر، يعني فتشي مشع اخضر على اطراف مالته. طبعا كان لونه كلش حلو من اشتغله. زين بس قلت لكم بسبب انه لازم حراره وهاي وما صارت عندنا حوادث مرتين قمنا نخاف نشتغله، فيصير عندنا محلول احمر. زين ويا جرين فلورسنس موجود خاصه على الحلقه مال الفوقانيه مال السوليوشن لون اخضر مبين يعني لمعان. اذا يقول لك اذا اللون مو كلش واضح اخففه ويا المي. طبعا هو شنو اللي حيصير؟ انه راح يصير عندي فد يسموها هاي بعدين تاخذوها
هاي فلاش من ناحيه، صار هي غلق مال حلقه، يتكون حلقه جديده. شوفوا هاي يعني باعتبار انه مركب بين درت من جزيئتين من الريزورسينول، تداخلت بيناتها وسوت لنا حلقه جديده بالنص. صارت هذا الحلقه يعني سوت لي هذا المركب اللي هو يكون لونه ريد كلر ويا جرين فلورس. زين طلاب، احنا خلصنا هسه ما عندنا شيء، بس نزلت لكم الداتا شيت، ان شاء الله الاحد تقرون. احنا راح يكون عندنا خمس حوامض على ما اتذكر حضرت لكم، البنزويك اسيد والساكسونيك اسيد والاوكزاليك اسيد والسيتريك اسيد والكالسيليك اسيد. زين، وسويت لكم مخطط ان شاء الله تشوفوه على شلون راح تشتغلون. اللي اطلبه منكم انه عنايه بالبروسيجر اللي راح نشتغلها، لان طلاب يعني يراد له انتباه. يعني انا حتى لو انا اشتغلت التجربه شويه يعني شلون ما انتبهت، خاصه شغله الاوكزاليك اسيد ويا الاسيدك كيمينوفور، من تخلوه بسرعه يختفي اللون. يعني تشوفوه اكو يعني احنا راح نميز عندنا اوكزاليك اسيد وستريك اسيد، راح يعطونا الوان مو واضحه ما مذكوره، لا هي لايت براون بريسبيتيت ولا هي فايوليت، راح يعطونا غير الالوان. فحتى اميز بيناتهم استعمل الاسيد كيمن اوفر اللي هو مال اوكزاليك اسيد. زين، فمن اجي راح اشوف انه الاوكزاليك اسيد يختفي، بينما الستريك اسيد ما يختفي، بس اللون مال سوليوشن يبقى هيك. شيء عشان اقول لكم 10 ثواني 3 ثواني 20 ثانيه ويختفي. يعني انتبهوا عليه رجاء. زين طلاب، حتى نتيجه تكون صح، وهم احنا وياكم ان شاء الله. زين طلاب، احد عنده سؤال على المحاضره؟ دكتور؟ اي نعم. العفو، ممكن تعدد لنا السبيشال تيست اللي حنستخدمهم، يعني حنشتغلهم؟ اللي حنستخدم السبيشال تيست، شوف طلاب احنا عندنا خمسه حوامض، راح انا مخلي لكم النونات اللي هي ساسلك اسيد مبينه قبل، راح يطلع لك بس على بنفسجي تعرف هذا، تكتب لي انه طلع لي ساسلك اسيد، ما يحتاج تروح تسوي سبيشال. زين طلاب، الثاني شنو عندنا؟ ساكسونيك اسيد وبنزويك اسيد، راح يعطونا راسب جوزي مبين هيك، يعني حتى من تاخذ منه قطعه تفرك كلورايد تنزل كراسب بالسوليوشن مال تيست تيوب. حتى ميز بيناتهم اكو لو تشوفوها بال هسه اطلعها بالمحاضره، انه حتى يقول لك اميز بيناتها شو اسوي؟ اضيف ديليوت H2SO4 يعني كميه قليله من عنده قطرات، كتبت لكم لون سمول لون حسب ما جربتها. زين اعتقد هاي اي هاي اي. زين طلاب، شوفوا هنا انا راح اضيف قطرات قليله من الديليوت اسلفرك اسيد، اعتقد اني يعني كتبت لكم 1 مول من عنده. راح شو يصير؟ قلنا انه ال H2SO4 راح ياخذ الاف اي، ياخذه بما انه حامض اقوى، ياخذه من البنزويك اسيد والساسريك اسيد، فيرجع البنزويك اسيد والساسريك اسيد الاصلا. الساكسونيك اسيد بما انه هو دائب وال Fe2SO4 هم دائب، راح يصير عندي سوليوشن كبير، فاعرف انه انا عندي ساكسونيك اسيد. بينما البنزويك اسيد هو انسوليبل، فايش راح يصير عندي؟ راح يطلع عندي وايت بريسيبيتيت. هذا السبيشال تيست اميز بين الساكسونيك والبنزويك. الثالث راح انا خلي لكم اوكزاليك وسيتريك اسيد. الاوكزاليك والسيتريك حتى اميز بيناتهم شو اسوي؟ استعمل الاسيديك كيمن اوفور. زين طلاب، هذا الاسيديك كيمن اوفور تيست اللي هو شلون راح اشتغله؟ اضيف الحامض عندي، اخلي له مي واخلي له ديليوت H2SO4 واخليه شويه بووتر باث، احس الزم تيست تيوب بيدي احسه دافي. هاي بهاي الاثناء هو دافي، اضيف له تقريبا 3 قطرات الى 5 من البوتاسيوم برمنجنيت كيمن او 4 سوليوشن، راح اشوف انه الستريك اسيد راح يصير لون المحلول بنفسجي بس خلال 10 ثواني يختفي. بينما الاوكزاليك اسيد لا، قبل يختفي، اول ما اخلي قطره رجع يختفي، اخلي قطره رجع يختفي هيك. زين طلاب، فاميز معناته اذا بقى مثلا 10 ثواني بنفسجي واختفى، هذا عندي
سيتريك اسيد. اذا لا بسرعه اختفى بنفس اول ما خليت القطرات معناته عندي اوكزاليك اسيد. اوكي شكرا دكتور. بعض طلاب احد عنده سؤال؟ عفوا. دكتور بس احد عنده سؤال طلاب حتى داين المحاضره؟ ما عندنا شيء. ما العب في مدارس ما دكتور بس اذا ممكن تعيد لنا البروسيجر مثلا تيست مال شلون نسوي نيوترال. ها احنا عندنا الحامض لحد جيب اني كلن سوليد عندكم فناخذ تذكرون من قلنا بوقتها مال فينول قلنا ناخذ اقل كميه ممكنه ناخذ كميه قليله من عنده اخليه بالتست تيوب راح اخليه له 2 مول تقريبا مي زين اسوي له شيكينج بسيط بعدين ارد اضيف 2 مول من الامونيا زين واسوي له شيكينج احتمال مو كلها يعني تذوب مو كل الحامض يذوب يبقى من عنده اوكي ما عندي اشكال حتى اتاكد انه يعني هاي 2 مول انا حاسبها انه راح اسوي اسيدك ما يبقى بيز ما العفو يصير بيزك ما يبقى اسيدك راح يصير الكلاين فحتى اتخلص من هاي اخليه ثواني على الووتر باث شويه بس اخليه بالووتر باث راح يطير عندي امونيا زايده واروح ابرده واشتغل هيك هاي بس مجرد اخليه بالووتر باث لان احنا شغله ال نتمص بيبر لازم تخلي عليها قطره من المحلول واقعد اثبت ويعني شغله شويه طويله واحنا وقتنا صغير فانا اختصرت البروسيجر يعني كم مره جربتها فشفت انه حتى اصلا مرات 2 مول هاي مرات يعني ما تسوي اصلا تسوي يبقى نيوترال متعادل ما راح يصير عندي شو اسمه يعني الكلاين هوايه فحتى اتخلص من عده شو اسوي؟ أنا ورا ما ضفت الأمونيا وضفت المي والأسيد بيهن سويت له شيكينج سويته تقريبا دقيقة دقيقتين تأكدت أغلبها ذاب أروح على الووتر باث هيك ثواني فد 5 ثواني 10 ثواني بس كون هو الووتر باث يعني شلون دافي مو مي بارد مالته لا مي يعني شوية ديفور نقول تخلوه لح بسرعة تطير الأمونيا لح أرجع أطلع التيست تيوب أشوفها دافي ألزمه بيدي أتأكد شوية برد يلا أضيف القطرات لح تطلع لي النتيجة المضبوطة زين تمام دكتور شكرا يعني ما حنحتاج نستخدم ورقة عباد الشمس لا لا ما يعني لين قلت لك يعني من جربتك لازم يعني شوي راد لها وقت اطول واحنا يعني شو اسمه وقت ما عندنا طويل لان اكو بيهم راح يشتغلون سبيشال تيست وهيجي ف يعني على مود نختصرها ما يحتاج ان شاء الله يا هاي البروسيجر انا جربتها كم مره يعني وهي كل اسيد ناجحة إن شاء الله. بعض طلاب أحد عنده سؤال؟